كنت من رجوع الاصل يعني تاهم يكونوا لاعبين كبار الاتحاد البيضاوي وحقوا انجازات ماشي هذا الانجاز الاول والثاني ولما لا باش نديو ان شاء الله هذا العام ان شاء الله البطوله ونكونوا حنا تنعف في القسم الوطني الاول لان الاتحاد البيضاوي المكانه ديالو هو القسم الوطني الاول المكتب كله على راسهم السي فلوطي ويعني دار واحد المجهودات اللي مجهودات جباره في ظرف سنتين يعني دار انجاز كبير هو المكتب ديالو والحمد لله يعني هو غادي في الطريق الصحيح وكنتمنى ان شاء الله التوفيق ولما لا ان شاء الله في قسمه ثاني الاول وفوز بالكاس الاولى والتحق ان شاء الله بقسم الوطني الاول. انا كنتمنى لهاد الوليد يعني هاد اللاعبين هادو يعني انا شفتهم وكنشوفهم يعني لاعبين كبار يعني غادي بشويه بشويه ودليل هو انه ان شاء الله في الفينال ان شاء الله يقولوا الكلمه ديالهم. بالنسبه للمليوي وبوزيدي وداك الشيء يعني انا رافقوني لما كنت انا مدرب ديال فرق الاتحاد البيضاوي يعني لعبه مزيانين ويعني خلاصه القول ان جميع اللاعبين كلهم الحمد لله كلهم مزيان كاين لياقه بدنيه مزيانه عندهم يعني في رجلهم مزيان بامكان ديالهم باش يوصلوا ماشي ياخذوا يوصلوا حتى الفريق الوطني الى بدوا واحد المجهود ان شاء الله بحول الله وما حنا في حاجه اليوم ان شاء الله وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ويكونوا في نهار الاحد نهار الاثنين في الموعد ويفرحونا بكاس ان شاء الله بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.